بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي احنا عملناه ده بقى عشان نبدأ بقى كده تمهيد، نعمل اول لاب علينا النهاردة. تمام؟ ففي البداية خالص كده تعالوا بقى نسحب راوتر. تمام؟ هشتغل بقى انا ان شاء الله على الموديل بتاع 7200، وعلى المحاضرة دي ان شاء الله هقول لكم مش معنى الموديل ده اللي انا بشتغل عليه. تمام؟ نزلت برضو ده كده ديليت. تمام؟ اول حاجة انا عايزة اتعلمها ازاي ان انا احط اي بي على الراوتر، ازاي احط ايه اي بي على الراوتر. الاول كده نشغله ونكونكت عليه، كليك يمين عليه كونسول. تمام؟ يبقى اول حاجة هنتعلمها دلوقتي ان شاء الله اي بي كونفيج. وبالمرة كمان عايزين نتعلم ازاي ان انا هربط الراوتر بتاعي بالبي سي. انهي بي سي؟ جهاز الكمبيوتر اللي قدامكم ده، البي سي بتاعي ده، عايزة اربطهم ببعض. تمام؟ ده الراوتر اهو. انا قلت لكم قبل كده ان اي راوتر انت بتدخل عليه عشان تعرف اسامي الانترفيسز اللي عليه، عندي امر اكتر من رائع اسمه شو اي بي انترفيس مسافة بريف، عشان تعرف ايه الانترفيسز اللي موجودة على الموديل ده. هلاقي ان الموديل اللي قدامي عليه انترفيس واحد بس اللي هو فاست ايثرنت 0 على 0، وبالنسبة للاي بي ان اساينت، لسه انا مش حطيت عليه اي بي. تمام؟ حالته كهاردوير تمام وزي الفل. ايه هي الطريقة اللي انا حطيت بيها اي بي؟ انست، لان كمان شويه لما نحط اي بي بايدينا تظهر مانيوال، لو انا حطيته عن طريق دي اتش سي بي هتظهر هنا دي اتش سي بي. واضحه؟ طيب لو عايزه دلوقتي بقى اتعلم ازاي ان انا احط اي بي على الراوتر، طبعا احنا كنا قلنا قبل كده ان عشان احط اي بي مفيش حاجه اسمها ان الراوتر جلوبالي يبقى عليه اي بي، الاي بي بيتحط على مستوى الانترفيس، كل انترفيس على الراوتر، كل بورت على الراوتر بيبقى له اي بي. يبقى الكلام ده يتعمل في انهي مود؟ في الساب كونفيجريشن مود بتاع الانترفيس. تمام؟ فهتنزل الاول تحت الكونفيجريشن مود وتقول له انترفيس مسافه فاست ايثرنت 0 على 0. تمام؟ انترفيس ايه يا شباب؟ بس. تمام؟ انترفيس ايه؟ فاست ايثرنت 0 على 0. بس بدل الهيصه دي كلها، مش احنا اتعلمنا ان في ابريفيشن اختصار، ممكن تقول له انترفيس فاست 0 على 0 بس كده. تمام؟ انتر. دخلني تحت ساب كونفيجريشن مود اول مره نشوفه مع بعض اللي هو كونفيج داش انترفيس. تمام؟ حط له بقى الاي بي. فاول خطوه خالص انا هاجي على الراوتر ده نحط عليه بقى المعلومات واحده واحده كده. انا هربط الراوتر على انهي انترفيس؟ هشبك على انهي انترفيس؟ فاست 0 على 0. تمام؟ وده البي سي. احنا دلوقتي لغايه دلوقتي بنعمل توبولوجي صغيره، يعني راوتر وبي سي الحوار كله. اقصى حاجه هنقومها في الكورس بتاعنا 4 راوتر ان شاء الله. تمام؟ لكن في يوم من الايام ممكن تلاقي نفسك بتعمل ديزاين وبتعمل شبكات كبيره 20 راوتر 30 راوتر. اول خطوه دايما في شغلنا ان انت بترسم التوبولوجي، سواء بقى على دوكيومنتيشن سواء على برامج، المهم يبقى في المهم ان النتورك بتاعتك يعني او التوبولوجي يكون دوكيومنتد. تمام؟ ليه؟ تخيل مثلا توبولوجي زي ده كده. CCIE Routing and Switching Topology. بصوا المناظر دي كده، تعالوا نشوف مثلا توبولوجي زي ده. تعتقد ان انت اساسا هتبقى فاكر كل انترفيس على الراوتر ايه هو والاي بيهات اللي موجوده عليه ايه هي، فلازم يبقى فيه دوكيومنتيشن. وفي نفس الوقت عايزه من دلوقتي كده نتعلم ازاي ان انا اقلل كميه الكتابه اللي هرسمها على الراوتر، او هرسمها اسرع على التوبولوجي، لان زي ما قلت لك كل كلمه كبيره وصغيره لازم تبقى دوكيومنتد. فاول طريقه بقلل بيها الكتابه ان اساسا السلكه ذات نفسها بكتب عليها النتورك اي دي، بكتب عليها ايه؟ النتورك اي دي. وبخط صغير هنا لو كتبت مثلا دوت 200 يبقى انا كده معناه اني اقصد ان فاست ايثرنت 0 على 0 على الراوتر هياخد اي بي 192.168.1.200. طب بالنسبه للبي سي، مش انا لسه قايله لكم ان انا هربطه بكارت الشبكه الحقيقي بتاعي؟ تمام؟ كارت الشبكه الحقيقي بتاعي واخد، انا هربطه بكارت الواي فاي اللي هو 192.168.178. تمام؟ يبقى بخط صغير برضو هنا كده هكتب ايه؟ دوت 178. مش لازم تكتب بدل الهصه بقى دي كلها، بدل ما تعمل لي هنا سهم كده وتكتب الاي بي سهم هنا وتكتب الاي بي صداع، كده اسهل بكتير. النتورك اي دي ذات نفسها هي اللي بكتبها على السيجمنت او السلكه. تمام؟ طيب تعالوا بقى نحط الاي بي ده كده. عايز تحط اي بي على الانترفيس بس 0 على 0، يبقى هقول له اي بي ادرس 192.168.1، اتفقنا على 200 اللي السبنت ماسك بتاعه بالمنظر ده. انتر. تمام؟ لو جيت المره دي قلت له شو اي بي انترفيس بريف، انتر، لقيت الاي بي ها
اقصد اتحط فعلا تمام، والطريقه اللي انا حطيت بيها الاي بي مانيوال. تمام. في حاجه بقى دلوقتي الراوتر وظيفته انه بيربط شبكات مختلفه، نتورك اي ديز مختلفه، لكن السويتش بيربط اجهزه في نفس النتورك اي دي، صح؟ علشان كده مين اللي القلق منه اكتر، الراوترز ولا السويتشز؟ الراوتر، لانه قلنا تاني بيربط شبكات مختلفه، وعشان كده كل الراوترز الانترفيسز بتاعتها بتبقى ديسيبلد باي ديفولت. كل الراوترز ايه يا شباب؟ الانترفيسز بتبقى ديسيبلد باي ديفولت، لكن اغلب، مش كل، اغلب السويتشات بتبقى الانترفيسز عليها انيبلد باي ديفولت. يعني ايه انيبلد باي ديفولت؟ يعني مجرد ما اجيب السويتش واوصل عليه الاجهزه الاقيهم كلهم شافوا بعض، انما الراوتر مش كفايه ان انا احط اي بي هات بس. تمام. ابسط حاجه لو كنت مجرد ما حطيت مثلا اي بي هات الاقي اللان شاف الوان، الله اعلم بقى ايه اللي جاي لي بلاوي سودا جايه من الوان ايه. تمام. ممكن يكون في اتاكس، ممكن يكون في فيروسز. فالصح ان انت تحط اي بي هات، تظبط راوتنج، تظبط سكيورتي، تخلص شغلك خالص، وفي الاخر خالص اخر خطوه خالص تعمل انيبل للانترفيسز. تعمل ايه يا شباب؟ انيبل للانترفيسز. يبقى تاني الانترفيسز بتاعت الراوترز كلها بتبقى ديسيبلد باي ديفولت، وعشان كده قال لي هنا ان الستيتس ادمنستريتلي داون والبروتوكول داون. هنفهم الحالات بتاعت الستيتس والبروتوكول النهارده بالتفصيل باذن الله، وهنشوف بقى ساعتها مين اللي مذاكر النظري كويس قوي، مين اللي مذاكر السبع ليرز كويس قوي. تمام. امبارح مش جاوبوها. تمام. ما نشوف. المهم لو انا دلوقتي عايز اعمل انيبل للانترفيس جاست، وانا تحت الانترفيس كده هقول له نو شات داون، هقول له يا شباب نو شات داون. لو قلت له انتر طلع لي سيس لوج قال لي تشينج ستيت تو داون. طب تعالوا كده نقول له شو اي بي انترفيس بريف تاني، لقيت الستيتس بقت داون والبروتوكول بقى داون، اتغيرت عن اللي فوق اهي، صح؟ طب لو حبيت تاني ان انا اعمل ديسيبل للانترفيس اقول له ايه؟ ايوه شات داون انتر، هيطلع لي دلوقتي سيس لوج يقول لي ان الستيتس بتاعتي اتغيرت لادمنستريبلي داون. عايزه افهم بقى ايه حوار الستيتس وايه حوار البروتوكول. تمام. نيجي بقى هنا كده ايه الحوار بتاع الستيتس وايه الحوار بتاع البروتوكول. تمام. امر شو اي بي انترفيس بريف اكتر امر تقريبا انا بستخدمه عشان اعمل ترابل شوتنج، اول حاجه دايما بتخطر في بالي. تمام. لان لو لقيت حاله الانترفيس كذا ده معناه كذا، وممكن يكون انت مقوم كونفيجريشن تمام بس نسيت تعمل انيبل للانترفيس، فكل حاله من الحالات اللي هنتكلم عنها دي ليها معنى معين، وبالتالي انت لو فهمت المعنى هتعرف تترابل شوت بسهوله. تمام. فممكن تلاقي الستيتس ادمنستريبلي داون وتلاقي البروتوكول داون، او داون داون، او اب داون، او اب اب، لكن عمرك ما هتلاقيها داون اب. عمرك ما هتلاقي يا شباب داون اب. نمسك بقى حالة حالة، لما اوقف الفيديو هاخد الاسئلة. ماشي. نمسك حالة حالة بقى. بالنسبة للستيتس ده بيعبر عن لير 1. لير 1 اللي هي مين؟ ابلكيشن في عينك. الفيزيكال. لير 1 اللي هي مين يا شباب؟ طيب البروتوكول، ما تقول علي صوت. البروتوكول هو مين؟ اللي هو بيعبر عن لير 2. بيعبر عن مين؟ لير 2 اللي هي لير لير 2 اللي هي مين؟ الداتا لينك لير. نمسك بقى حاله حاله. اول حاجه لو انت لقيتها ادمنستريفلي داون داون، ده معناه ان الادمن عامل شوت داون للانترفيس او الديفولت. ما هو الديفولت برضو ان الانترفيس بيبقى ديسيبلد. تمام. فلو انت دلوقتي تاني جبت اول شبكه ولقيت الدنيا واقعه، جيت تقول له شو اي بي انترفيس بريف لقيتها ادمنستريفلي داون داون، تحل المشكله دي ازاي؟ ان انت تنزل تحت الانترفيس تقول له نو شوت داون، تقول له يا شباب نو شوت داون. تمام. طيب الحاله الثانيه داون داون. داون داون ده معناه ان انا عندي مشكله فيزيكال. مش احنا اتفقنا ان لير 1 دي اللي هي الفيزيكال لير؟ تمام. يبقى انا عندي مشكله فيزيكال. مشكله فيزيكال زي ايه مثلا؟ الكابل مثلا متقرش غلط، او البورت مش الكابل مش محطوط. يعني انا مثلا السيناريو بتاعي الراوتر متوصل بحاجه، وطالما مش متوصل بحاجه يعني الكابل مش محطوط، يبقى دي برده مشكله فيزيكال. او الكابل من ناحيتي انا محطوط بس الناحيه الثانيه مش محطوط في حاجه، او الطرف الثاني ادمنستريبلي داون، الطرف الثاني هو الادمنستريبلي داون، يبقى كانه مفصول برده. تمام. او الانترفيس بايظ،
كل دي حالات اساسا فيزيكال، كل دي حالات ايه فيزيكال. فطالما اصلا فيزيكالي الدنيا واقعه لير 2 مش هتقوم. خدها قاعده عامه كده في حياتك، ان انت اصلا لو عندك لير معينه واقعه كل اللي فوقيها هيقع، كل اللي فوقيها ايه هيقع. وعشان كده قلت لك يستحيل تلاقي السيناريو بتاع داون اب داون فيزيكالي واقع. ازاي الداتا لينك اساسا هتشتغل؟ صح. يبقى تاني داون داون معناها ايه؟ ان في حاجه فيزيكالي بايظه، يا اما الكابل متقرش غلط، يا اما الانترفيس من ناحيتي انا اساسا الكابل متشال منه، يا اما الطرف الثاني الكابل مش محطوط او محطوط بس الانترفيس اللي الناحيه الثانيه ادمنستريتلي داون. تمام، كل دي حالات فيزيكال. سيبك من المذكره وخليك معايا. تمام. طيب لو انت لقيتها خلينا في السهله الاول. اب 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 ده معناه ان الشبكه بتاعتي قايمه في لير 1 ولير 2، ده اللي انا لسه اشوفه. صح. طيب بالنسبه لاب داون ليها حالات كتير. على سبيل المثال المحاضره اللي بعد الجايه ان شاء الله هنشوف سيناريو اسمه كلوكينج. تمام، فسيبكم منه دلوقتي، وفي اخر الكورس خالص ان شاء الله هنشوف الانكابسوليشن ميس ميتش. تمام، فالاثنين دول دلوقتي مش واضحين. الكلوكينج هناخدها كمان محاضره باذن الله الجايه، لا اللي بعدها. انكابسوليشن ميس ميتش دي هناخدها فين؟ هنا ايه؟ تمام؟ انكابسوليشن مسمش دي هناخدها في اخر الكورس، وفي سيناريوهات ثانيه برضو طول ما احنا ماشيين كده هنشوفها. يبقى تاني ادمنستريتلي داون داون يعني الادمن هو اللي عامل شوت داون للانترفيس او الديفولت. تمام؟ داون داون عندي مشكله فيزيكال. داون اب مستحيل تشوفوها لان ده معناه اساسا ان لير 1 وقع وبالتالي كل اللايرز اللي فوقيها هتقع هي كمان. اب داون ليها سيناريوهات بس لسه مش مفهومه في المرحله اللي احنا فيها. اب اب معنى كده ان الشبكه بتاعتي قايمه في لير 1 ولير 2. واضح كده؟ طيب تعالوا كده بقى نفتكر تاني ازاي كنت بحط الاي بي هات. هاجي على الراوتر، احنا اتفقنا ان انا هدي له اي بي كام؟ 200. تمام، وبالنسبه للبي سي هدي له 178. تمام كده؟ في اي اسئله؟ مفيش اي اسئله؟ خالص؟ ايوه. انا وانا بكتب اتلخبطت وكتبت بسرعه وحطيت هنا بدل واحد حطيتها كام؟ 11. تمام؟ السؤال الاولاني لو انا دلوقتي بناء على الغلط اللي انا غلطته ده جيت بنكت ما بين الراوتر والبي سي هيبقى فيه كونكتيفيتي ولا لا؟ هيبقى فيه ريبلاي للبنج ولا لا؟ لا، لان كل واحد دلوقتي في نتورك اي دي مختلف. كان في ناس تقول لي طب ما هو الراوتر بيربط اجهزه في نتورك اي دي مختلفه. الكلام ده يا شباب لما يكون مثلا هنا ده نتورك اي دي وده نتورك اي دي تاني الراوتر ساعتها يربطهم، لكن الطرفين دول اصلا على نفس السلكه. طالما على نفس السلكه نفس السيجمنت يبقى الطرفين لازم يكونوا في نفس النتورك اي دي. واضحه؟ طيب السؤال التاني بقى المهم بالنسبه لي، لو انت دلوقتي بناء على الغلط اللي انا عملته احنا متفقين ان البنج مش هيشتغل. تمام؟ السؤال التاني لو انت جيت دلوقتي على الراوتر قلت له شو اي بي انترفيس بريف، حاله الانترفيس هتبقى ايه؟ اب اب ولا اب داون ولا داون اب ولا ايه بالظبط؟ هوقف الفيديو قدامكم بقى تفكروا ونتناقش فيها. برافو عليكم، ولا واحد فيكم جاوبها صح؟ انت قلت ايه؟ اب اب صح. تمام؟ ليه بقى؟ شباب انا عندي المشكله هنا في ايه؟ في الاي بي صح؟ الاي بي ده لير كام؟ لير 3 النت صح؟ وانا دلوقتي الامر بتاع شو اي بي انترفيس بريف قلت لك بيعمل لي ترابل شوتنج بالنسبه للير 1 ولير 2. انما المشكله عندي فين؟ في الاي بي اللي هو لاير 3 صح؟ اللي اقصده تاني ان مش معنى ان انت لقيت حاله الانترفيس اب اب ان الشبكه تمام وكونفرجد وزي الفل، لا دايما تست بالبنج. ليه؟ ممكن تكون لاير 1 و2 سليمه وزي الفل، لكن لاير 3 هي اللي واقعه او لاير 4 هي اللي واقعه او الابلكيشن لاير هي اللي واقعه. تمام. وضحت كده؟ يبقى تاني اب اب معناه ان الشبكه قايمه عندي بس في لاير 1 ولاير 2. ايه رايكم في السبعه لايرز؟ مهمين جدا كترابل شوتنج ولا لا؟ صح؟ عشان لما اقول النظر يتذاكر كلام يتسامع. ماشي خلاص ماشي يا واد، خلاص يا واد يا واد انت هو الفيديو شغال يا مدهوي. ها نكمل؟ طيب كده احنا ايه؟ اتعلمنا الحته بتاعت الانترفيسز دي. تعالوا بقى دلوقتي نوصل الراوتر بجهاز الكمبيوتر بتاعي الحقيقي اللاب بتاعي. تمام؟ نعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي دلوقتي على العلامه دي بتاعت البي سي، سيبك دلوقتي من الفيرتشوال بي سي والنت ليهم وقتهم باذن الله. هسحب كلاود، هسحب ايه؟ كلاود. ايه الكلاود دي بقى؟ الكلاود دي اعتبروها وسيط ما بين كارت الشبكه بتاعي وما بين البرنامج. كارت الشبكه وايه؟ والبرنامج. بس المشكله في حاجه،
ان جهاز الكمبيوتر بتاعي دلوقتي عليه اكتر من كارت شبكه، فيا ترى دلوقتي انا عايز اربط الكلاود بانهي واحده فيهم؟ فلازم بعد كده اكليك يمين على الكلاود واقول له كونفيجر، تمام، واختار من هنا الكارت اللي اسمه واي فاي. اختار ايه؟ الواي فاي. هو باي ديفولت عامل لي سيلكت على الكارت اللي هو الاثرنت، فحالتي طبعا مش هيشتغل لانه ديسكونكتد، انا مش عايز اربطه بكارت ديسكونكتد، ساعتها مش هينفع ان انا اربط كارت شبكه ديسكونكتد بالراوتر، صح؟ فعايز اربطه بالكارت الكونكتد اللي هو في حالتي مين؟ الواي فاي، بس مش شغال. ليه بقى؟ تعالى بس حط لي هنا علامه صح على شو سبيشال ايثرنت انترفيسز، شيل الايثرنت انا مش عايزاه، واضغط هنا اختار كارت مين؟ الواي فاي، واد، اوعى تنسى اد، تمام؟ واوكي. كده بقى لو ضغطت على العلامه دي اللي هي اد لينك، اخدتوا بالكم ان الماوس اتحول عندي لزائد، تمام؟ اضغط على الراوتر، الراوتر ده مش عليه الا انترفيس واحد بس اللي هو فاست زيرو على زيرو، وتعالى على الكلاود ظهر عندي هنا ايه؟ الواي فاي، تمام؟ عايز احرر الماوس يا اما تضغط هنا تاني يا اما كليك يمين في اي مكان فاضي. تكسر الانترفيسز بس يعني عشان مش نتلخبط، العلامه اللي فوق دي شو انترفيسز عشان بس ايه؟ يسر اهي الانترفيسز. يبقى تاني اول خطوه سحبت راوتر، الخطوه اللي بعديها سحبت كلاود، تعالى على الكلاود كليك يمين كونفيجر واختار ان انت هتربطها بانهي كارت فيهم، تمام؟ في حالتي مثلا الواي فاي اهم حاجه يكون كارت كونكتد، اهم حاجه يكون كارت ايه؟ كونكتد مش ديسكونكتد. طب لو مش عندك ولا كارت كونكتد فكرني بس وانا هقول لك تتصرف ازاي النهارده ان شاء الله. تمام. وبعد كده تضغط على اد لينك وتوصل الاثنين ببعض. وضحت كده؟ طيب نيجي بقى هنا دلوقتي تاني كده. الانترفيس دلوقتي حالته ايه؟ شو اي بي انترفيس بريف ادمنستريتف داون، عشان اعمل له انيبل هقول له ايوه نو شوت داون. عايزه تيست في كونكتيفيتي ما بينهم دلوقتي ولا لا؟ قلنا قبل كده ان احسن تول بعمل بيها تيست على الكونكتيفيتي تول اسمها البنج، تمام؟ البنج ده ممكن اشغله في اثنين مود، يا اما في اليوزر مود يا اما في الانيبل مود. يا اما فين يا شباب؟ اليوزر مود يا اما الانيبل مود. تعالوا نجرب الاثنين. لو انت جيت هنا بقى دلوقتي كده اخدت بالك الاول صحيح المره دي الثاني اثنين سيسلوك تشينج ستيت تو اب والبروتوكول هو كمان اتحول لاب، وبالتالي لو قلت له شو اي بي انترفيس بريف هيديني هنا اب اب. ليه؟ قبل كده كان داون داون لان الكابل مش متوصل، لكن انا خلاص دلوقتي وصلته بجهاز قايم، تمام؟ تعالى نقول له بقى هنا اند كده ديسيبل. لو قلت له بنج على الاي دي بتاع البي سي بتاعي انتر، اتقل اتاكد كده الاول 178 مش اتاكد برضو من الفاير وول اهو فاير وول، تمام؟ نجرب بقى تاني كده، تمام؟ الدوت دي معناها ان البنج unsuccessful، الاكسكليميشن مارك دي معناها بنج successful. بالمناسبه صحيح انا كنت في الاول متوقعه لو انا كنت قفلت الفاير وول، يعني افتكرت ان انا اقفل الفاير وول قبل ما تيجوا كان هيديني المنظر ده. كان هيديني المنظر ده، تمام؟ قلنا تاني دوت معناها ان البنج unsuccessful. الاكسكليميشن مارك معناها ان البنج سكسسفول. سك مش عارفه اكتب وانا قاعده كده، تمام؟ ممكن تلاقوها حرف اليو اللي هي ديستنيشن ان ريتشبل، ديستنيشن ان ريتشبل، تمام؟ السؤال بقى، السؤال بقى بعيد عن حته الفاير وول اللي انا كنت اصلا عملتها دي، تمام؟ ليه لو كنت بنكت على الديفولت كنت هلاقي اول دوت وقعت، اول بنجايه وقعت، وبعد كده اربعه اشتغلوا؟ الديفولت هنا ان هو بيبنك خمس مرات، بيبنك بيبعت خمسه باكيت، بيبعت كام يا شباب؟ خمسه باكيت. السؤال عاده ليه اول بنجايه بتقع وبعد كده الاربعه اللي بعديهم بيشتغلوا؟ ماشي بدل ما يتحرق دمي، عشان بروتوكول الارب، عشان بروتوكول مين؟ الارب. لو نفتكر كده مع بعض كان اساسا جهاز الراوتر عشان يوصل للبي سي مصر يبقى معاه الماك ادرس بتاع البي سي،
هيجيبه منين؟ عن طريق بروتوكول الارض. تمام؟ فكانت اول باكت بيبعتها برودكاست في الشبكه يسالهم يا جماعه الاي بي الفلاني يرد عليا بالماك بتاعه. فساعتها البي سي لما يرد اصلا على الراوتر فالمفترض ساعتها ان لو ضاعت اول بنجايه او اول بنجتين عديها عادي، ممكن اصلا في المرحله دي لسه بيجيب الماك بتاع البي سي. لو جيت بعد كده ابلك بعد ما خلاص جبت الماك بتاع البي سي وطبعا كيشته عندي، لو جيت ابلك المفترض ان كلهم يشتغلوا، المفترض كلهم ايه يا شباب؟ يشتغلوا. واضح لغايه دلوقتي؟ حتى لو قلت له هنا شو ارب قال لي ان الاي بي اللي اخره 178 ده الماك بتاعه، فعلا اهو ده الماك بتاع كارت الواي فاي بتاعي. صح؟ تمام نكمل. طيب لو جيت دلوقتي بقى عايزه ابنج فين؟ في الانيبل مود. هو هو مش فارق اي حاجه خالص، هو حد يقول لي الاولاني وقع البنجايه وده لا ملهاش علاقه، ده ريليتد بايه؟ ببروتوكول الارض. تمام؟ امال ايه الفرق بقى؟ قال لك اليوزر مود ده كبيري، هقول له بنج مسافه الاي بي بس كده ده كبيري. انما في الانيبل مود في شويه اوبشنز محترمه بصراحه، يعني لو استخدمت الهيلب في شويه اوبشنز ممكن ان انا استخدمها حلوه قوي. مثلا تعالوا ناخد دلوقتي واحد مثلا اللي هو ريبيت. ايه ريبيت ده بقى؟ الديفولت تاني احنا اتفقنا ان هو بيبنج كم مره؟ خمسه في الدوس. حد فاكر كان كم؟ اربعه. هنا خمسه. لو انت دلوقتي عايز تبنج عدد تاني من البنجات تقول له سي مثلا ريبيت الكلام ده 20 مره. ريبيت الكلام ده ايه؟ 20 مره. طب افرض ان انت عايز تبنج عدد كبير بقى من البنجات، هناك كنت ببنج بايه؟ ماينس تي. تمام؟ هنا بقى مفيش عندك ماينس تي، فهتضطر ان انت جاست ان انت تديله رقم كبير. هو مفيش ريبلاي ولا ايه؟ حد كده يا جماعه يبقى قوي الملاحظه. اللي هو الاي بي كتبت الاي بي غلط. تمام؟ وانا بكتب بسرعه كتبت الاي بي غلط وفي نفس الوقت اديت له عدد كبير من البنج. طب والحل؟ المشكله دلوقتي طبعا لو قلت له هنا كنترول زد مش عايز يوقف، كنترول سي مش عايز يوقف. هنا سيسكو بتقول لي طيب السكيب سيكونس تو ابورت، ومش قالت ليا ايه هو السكيب سيكونس. تمام؟ عشان اوقف البنج دلوقتي هضغط على الكيبورد على كنترول شيفت 6، وقلنا تاني 6 اللي ناحيه الحروف مش اللي ناحيه الارقام. تمام؟ يبقى تاني لو انت بتبنج عدد كبير من البنجات واكتشفت ان الدنيا مش شغاله او الاي بي غلط يعني توقف البنج ازاي؟ بكنترول شيفت 6. تمام؟ وطبعا في شويه اوبشنز محترمه طول ما احنا ماشيين هنشوف شويه منهم، في حاجات منها هنحتاجها. بصفه عامه كل البنج اللي احنا اخدناه دلوقتي اسمه نورمال بنج. اسمه ايه يا شباب؟ نورمال بنج. لان في نوع تاني اسمه اكستندد بنج. تمام؟ ايه الاكستندد بنج ده بقى؟ ان انت اصلا بتقول له بنج وانتر. بتقول له ايه؟ بنج وانتر. هيبدا يسالك مجموعه من الاسئله بيفكرني بمين؟ بالسيت اب مود. بيفكرني بمين يا شباب؟ بالسيت اب مود. تمام؟ طيب بيسالني مثلا اول سؤال ابنج لك على بروتوكول اسمه اي بي، اقول له ايه؟ ايوه انت اوعى حد يقول يس يس، يبقى انا ببنج على بروتوكول اسمه يس. تمام؟ يا اما تكتب اي بي زي ما هي يا اما انت التارجت اي بي ادرس اللي انت عايزه تبنج عليه مين هو؟ سوري تمام. ريبيت كاونت عايزه تبنجي كم مره؟ وبيقترح ابنج لك خمس مرات لو عايز ديفولت انتر، سي عايز اغير الرقم سي مثلا اقول له 10. الداتا جرام سايز حجم الباكت، لو تفتكروا كده في الدوس كان حجم الباكت 32 بايت. تمام؟ هنا الديفولت ان حجمها 100 بايت، فلو انت عايز تقبل الديفولت انتر. بصفه عامه لو مفيش سبب قوي ان انت تغير الديفولت اوعى تغيره. تمام؟ انتر. التايم اوت السكندز 2 سكند باي ديفولت. ايه التايم اوت ده بقى؟ ده التايم اللي المفترض الباكت تروح للديستنيشن وترد عليا في خلال الثانيتين. تمام؟ انتر. اكستندد كوماندز اسالك اسئله كمان يس ولا نو؟ يا عم كفايه، ورغم ان انا هقول له نو الا ان هو هيسالني كمان سؤال. سويب رينج اوف سايزز يس ولا نو؟ بصفه عامه برضه لو في سؤال انت مش فاهمه اقبل الديفولت، فانا هقول له نو دلوقتي. بس تعالى اديكم هنتايه بسيطه كده، لو قلت له يس ايه اللي هيحصل؟ هو المفترض ان انا هبنج دلوقتي كم مره؟ 10 مرات، حجم الباكت 100. لو انا قلت له يس على السويب رينج اوف سايزز تمام؟ هيبدا يسالني اسئله كمان تاثيرها ان مثلا
ممكن اخلي الباكتس حجمها مش كلهم 100 بقى، اخليهم 100 105، اللي بعديها 110، اللي بعديها 115. اي على حسب انت اللي بتحدد. تمام. انت اللي بتحدد اصلا الفرق ما بين كل واحد والتاني قد ايه. تمام. فانا اقول له نو، بنج لي فعلا 20 بنجيه. بنج كام؟ في اي اسئله up to this point؟ تمام. تمام. كل اللي احنا قلناه ده بقى تمهيد للتوبيك اللي المفترض ان احنا هناخده دلوقتي، اللي هو TFTB Trivial File Transfer بروتوكول. وده بروتوكول شغال عندي في الابليكيشن لاير UDP على بورت 69. على بورت كام؟ 69. تمام. ايه بقى حوار التي اف تي بي؟ المره اللي فاتت لما كنا قلنا ايوه اخد كوبي من الكونفيجريشن ارميها على تي اف تي بي سيرفر كنوع من الباك اب. تمام. في عندي بروتوكول اسمه اف تي بي فايل ترانسفير بروتوكول، ده وظيفته داونلود وابلود. ده نفس الكلام بس للملفات التريفيال. تريفيال كترجمه معناها تافهه او عديمه الاهميه، من المقصود يعني الملفات اللي حجمها صغير، مش المقصود تافه تافه يعني، هو المقصود ايه؟ المخصص اكتر للملفات اللي حجمها صغير. واضح لغايه دلوقتي؟ ممكن ان انا انقل عليه الكونفيجريشن، وممكن كمان ان انا ابعت له الاي او اس، يعني مش شرط ان انا ابعت الكونفيجريشن بس، افضل برضو ان انت ايه تعمل باك اب للاي او اس تحطها على تي اف تي بي، عشان لا قدر الله الاي او اس لو ضرب من على الفلاش تجيبه تاني. تمام. ازاي تحول جهاز الكمبيوتر بتاعك لتي اف تي بي؟ عن طريق برامج زي على سبيل هو ويندوز عادي كمان 7 ولا 8 ولا 10 ويندوز كلاينت، مش شرط ويندوز سيرفر. تمام. برامج زي مين؟ زي مثلا سولار تي اف تي بي، زي مثلا البامكن. تمام. زي تي اف تي بي دي 32 بت، او تي اف تي بي دي 64. تمام. سيسكو بتفضل ان انت تشتغل اي واحد من دول، انا عن نفسي بفضل البامكن عشان بس صوته بيعجبني قوي وانا شغاله. تمام. بصفه عامه الكونفيجريشن مفيش عندي اي مشكله وانا بنقلها على البامكن، لكن الاي او اس افضل ساعتها تي اف تي بي دي. واضح لغايه دلوقتي؟ هنت كمان، ممكن ان انت تنقل الاي او اس والكونفيجريشن كلها بدل على تي اف تي بي سيرفر، ممكن تبعتها لاف تي بي سيرفر او اتش تي تي بي سيرفر او اتش بي اس سيرفر. تمام. اللي احنا هناخده دلوقتي هو التي اف تي بي، لكن تقدر ان انت تنقل الكونفيجريشن على كذا نوع من انواع البروتوكولات. تمام. تعالوا نحول بقى دلوقتي البي سي بتاعي لتي اف تي بي سيرفر. هتلاقوا تحت بروجرامز فولدر اسمه تي اف تي بي، انا حاطه لكم هنا كذا نوع من البرامج. انا عن نفسي هسطب بايه؟ بامكن. بامكن اللي هو القرع العسلي. اوكي. بصوا حجمه دي ما كملش حتى ربع ميجا. اوكي. اتسطب كده. اتسطب راح فين؟ لو انت جيت تحت ستارت ظهر اهو، ودي العلامه الايكون بتاعت القرع العسلي اهو، هو ده البرنامج. تمام. ايه تمام. اول حاجه، مش الراوتر دلوقتي المفترض ان هو هيبعت كونفيجريشن للتي اف تي بي سيرفر؟ هتروح على السيرفر فين؟ باي ديفولت لو انت دخلت هنا على اوبشنز هتلاقي ان التي اف تي بي سيرفر بيستلمها على المسار ده، بيستقبلها على المسار ده. طبعا اكبر غلط ان انت تسيبه على السيستم 32، اصلا الويندوز هيرفض ان يتكتب على السيستم 32. فتعالوا نغير المسار ده، نحطه مثلا عندي على الديسكتوب، نكريت كده فولدر اسميه مثلا باك اب. تمام. ونعمل براوز كده عليه اللي هو باك اب. اوكي. تمام. يبقى تحت الديسكتوب تحت باك اب. نقرا بقى ريد ريكويست بيهافير. الراوتر في يوم من الايام لما يجي لك انت كتي اف تي بي سيرفر عشان يقرا من عليك الداتا، انت كتي اف تي بي سيرفر جيب اول فايلز، اي حد يطلب منك ملف تديهوله، ولا برومبت بيفور جيفينج فايل يظهر لك تحذير كده قبل ما تديله الملف، ولا ديناي؟ انا هسيبها برومبت عشان نشوف شكل التحذير عامل ازاي. رايت ريكويست بيهافير. لما الراوتر يجي يكتب على تي اف تي بي سيرفر، انت كتي اف تي بي سيرفر تيك اول فايلز اللي يكتب عليك تاخد منه الداتا، ولا برومبت اف فايل اكزيست يديك تحذير لو الملف اوريدي اكزيست بنفس الاسم، ولا اولويز برومبت، ولا ديناي؟ انا برضو هسيبها اولويز برومبت عشان ايه نشوف شكل التحذير عامل ازاي. والمفترض ان الراوتر لما بيجي يبعت الكونفيجريشن اساسا للتي اف تي بي سيرفر مش بيفضل معلق كده يعني فتره طويله. افرض التي اف تي بي سيرفر مش رد عليه، هيفضل شويه كده وبعد كده يوقف. وقت قد ايه لو انت حبيت تزوده؟ من هنا. تمام. اوكي. بالمناسبه انا لو قفلت البرنامج كده هو مش اتقفل،
موجوده عندي اهو جنب الساعه، عايز تطلع منه خالص كليك يمين هنا واكسيت. فاكرين لما كنت قلت لكم انا مش عندي طريقه ثابته بفتح بيها بورد او اقفل بيها بورد؟ كون دلوقتي ان انا جيت على اللاب بتاعي سطبت عليه البامكن وشغلت البرنامج، يبقى انا فتحت على اللاب بتاعي دلوقتي بورد 69 يو دي بي. لو انا شلت السوفت وير ده يبقى انا قفلت البورد. تاكيد اهو ان مش عندي طريقه ثابته افتح بيها بورد او اقفل بيها بورد. تمام؟ تعالوا بقى نيجي دلوقتي كده على الراوتر. هاجي اقول له كوبي، احنا كنا بننقل الكونفيجريشن ازاي؟ سي مثلا هنقلها من الرننج على طول. كوبي من الران لمين؟ التي اف تي بي. انتر. هيبدا يسالني وانا جاوب ايه هو الاي بي بتاع التي اف تي بي سيرفر اللي عايز ترمي عليه؟ صح كده؟ انتر. ديستنيشن فايل نيم، وبيقترح عليا تروح اسمي لك ملف الكونفيجريشن اللي هيترمي على التي اف تي بي سيرفر بالاسم ده لو انت موافق. انتر. ظهر قدامي البرومت ده، الهوست دوت 200 بيحاول يبعت لك الملف ده اكسبت ولا رينيم ولا ديناي. شايفين هنا النقط دي؟ قلت لكم ليها تايم اوت، لو انا صبرت عليها كده هيديسكونكت. هقول له هنا ايه؟ اكسبت زي الفل. مش بقول لك بحب البرنامج ده عشان صوته؟ لو دخلت تحت باك اب، مش هو ده الملف؟ تقدر ان انت هو شكله انون، بس تقدر ان انت اساسا تفتحه بالورد باد او بالنوت باد. على سبيل المثال الهوست نيم ار 1، ال نو اي بي دومين فين فين فين؟ انا مش جايبها. وانا نو اي بي دومين لوك اب. تحت الانترفيس ادي الاي بي اهو، تحت خالص تحت اللاين كونسول هي دي الاوامر. انتوا في يوم من الايام ان شاء الله من كتر التعامل اساسا مع الرننج كونفيج هتقدروا ان انتوا تعملوا فيها ايديت بنفسكم. تمام؟ على سبيل المثال تعالوا ناخد حاجه بسيطه جدا، مثلا دلوقتي الهوست نيم بدل ار 1 تعالوا مثلا نسميه مالك ونسيف. تمام؟ هفترض بقى دلوقتي ان الكونفيجريشن ضربت من على الراوتر، او حتى الراوتر كله ولع وانت اشتريت راوتر جديد، كل اللي فيها ان انت هتحط له الاول اي بي في نفس النتورك اي دي بتاع تي اف تي بي عشان يبقى فيه كونكتيفيتي ما بين الاثنين، وبعد كده تاخد الكونفيجريشن من على تي اف تي بي تحطها على الراوتر. اخدتوا بالكم ان انا اصلا مش ريليت اعمل الكونفيجريشن بتاعتي تي اف تي بي الا لما اتاكدت الاول ان في كونكتيفيتي بينج ريبلاي ما بين الراوتر وما بين البي سي. ليه بقى؟ التي اف تي بي ده بروتوكول شغال عندي في الابلكيشن لاير. تمام؟ الاي بي هات والبنج شغاله في النتورك لاير، وانا لسه قايله ان لو عندي لاير وقع كل اللي فوقيها هيقع. فلو انا عندي النتورك اصلا الريتشابيلتي ما بين الاي بي والسيرفر وقع، افكر اصلا اقوم ابلكيشن لاير؟ فلو عندي لاير واقعه كل اللي فوقيها هيقع. واضحه؟ عشان الناس اللي بتيجي تست ورايا ويقول لي الامر مش شغال، تست الاول بالبنج في كونكتيفيتي ما بين الاثنين ولا لا؟ تمام؟ تعالوا بقى دلوقتي كده نرجع تاني نكوبير من التي اف تي بي نحطه على الرننج كونفيج. تعالوا نحطه على الرننج على طول عشان يسمع على طول. تمام؟ فاقول له كوبي من التي اف تي بي لمين؟ الرننج. انتر. بيقول لي الاي بي بتاع التي اف تي بي مين هو؟ اللي انت هتجيبي منه كونفيجريشن. طب اسم الملف كان ار وين داش كونفيج كده من غير اي، صح؟ انتر. الديستنيشن فايل نيم، احط لك الكونفيجريشن دي على مين؟ وبيديني اقتراح احطها لك على الرننج داش كونفيج. اعتقد مفيش اي سبب منطقي يخليني احطها في مكان تاني، فاقول له ايه؟ الهوست دوت 200 بيحاول ياخد منك الملف، جراند ولا ديناي؟ في لحظتها سمع ولا لا؟ عشان انا مكبرها على الرننج. ولقيته هنا بيقول لي كونفيجرد فروم، مش كان قبل كده دايما بتظهر لي كونفيجرد فروم كونسول باي كونسول؟ المره دي الكونفيجريشن مش جات لي عن طريق كابل الكونسول، جات عن طريق التي اف تي بي اللي الاي بي بتاعه كذا اللي اسم الملف كذا، عن طريق اليوزر اللي اسمه كونسول. وضحت؟ تعالوا نعملها تاني. هقول كوبي من الرننج للتي اف تي بي نقطتين سلاش سلاش الاي بي بتاع التي اف تي بي سيرفر على اسم الملف، سي مثلا هديله امتداد دوت تكست. تمام؟ انا عملت كده ليه؟ قبل كده لما قلت له كوبي ران تي اف تي بي انتر بدا يسالني اسئله، انا من دلوقتي كده جاوبت له على كل الاسئله اللي هو ممكن يسالها لي. هو طلب مني الاي بي وطلب مني اسم الملف، انا كده جاوبت له على كله. بص كده انتر، ادي الاي بي بتاع التي اف تي بي اهو حطه لي لوحده. انتر. اسم الملف اهو. زي الفل. هتوقع مني كده في حاجه؟ انت في يوم من الايام ان شاء الله هتوصل لمرحله ممكن يسطا يكون مطلوب منك سيرفيس
تمام، تروح تقوم كونفيجريشن تقيله شويه في شركه تربط فروع ولا حاجه، فبدل ما تروح تضيع الوقت كله ان شاء الله تمام، فبدل ما تروح تضيع هناك الوقت كله وانت قاعد بقى في بيتك كده في الروقان اساسا، ده لو لقيت روقان في البيت يعني تمام، ممكن نسكافيه جنبك كده وانت رايق، خلص شغلك كله جي ان اس تي اف تي بي ربطتهم ببعض، انقل الكونفيجريشن بعد كده الملف ده على فلاشه، روح هناك الشركه اعمل لهم تي اف تي بي، اخذ مني وقت قد ايه؟ ولا الهوا، حط ملف الكونفيجريشن على الراوتر اللي هناك تست، خد شنطتك وامشي. ايه رايكم؟ ايه؟ الشبكه بقت سهله، بس انت لازم تعرفهم انك ظبطوهم. منوفي منوفي اللي بيتكلم منوفي يا شباب. ماشي؟ طيب المهم احتليتوا الفرع هنا. ما علينا، المهم نكمل بس الاول. قلت لكم تاني ان انا كان ممكن ان انا انقل الكونفيجريشن على كوبي من الرن على، بص لو استخدمت الهيد انقله على اف تي بي اتش تي تي بي اتش بي اس تمام، ممكن احطه على فلاشه، ممكن احطه على بروتوكول الاس تي بي سكيور كوبي بتاع لينكس تمام، تي اف تي بي سيس لوج، ممكن انقله على كذا مكان على فكره. تعالوا ناخد هنتايه بسيطه جدا ما بين الاف تي بي وما بين التي اف تي بي، في فروق ما بينهم. زي مثلا الاف تي بي لو تفتكروا كان شغال على بورت 2021 تي سي بي، انما ده يو دي بي 69، يو دي بي ايه 69. في فرق كمان جوهري قوي ما بينهم، ان الاف تي بي الديفولت بتاعه ان هو بيسبورت اوثنتيكيشن، بمعنى ممكن اظبطه بطريقه معينه ان وانا ببعت الكونفيجريشن بتاعتي ابعت او اكتب يوزر نيم وباسورد، انما التي اف تي بي مش بيسبورت اوثنتيكيشن، يعني ما عنديش طريقه ان وانا بقول له كوبي للتي اف تي بي ان هو يسالني على يوزر نيم وباسورد، مفيش الكلام ده. واضح كده؟ طيب افرض كمان ان انت عايز تنقل الاي او اس، هتقول له كوبي فلاش، الاول تقول له داير على الفلاش عشان تعرف اسم نسخة الاي او اس بتاعتك تمام. طبعا انا في حالتي اداني ايرور ليه؟ لان اساسا الاي او اس عندي موجود على اللاب بتاعي على الديسكتوب بتاعي على السي، ما فيهوش فلاش، انما لو راوتر حقيقي هيجيب لك اسم الاي او اس تمام، فهتروح واخد بقى اسم الاي او اس كده كوبي، وبعد كده تقول له كوبي من الفلاش نقطتين فوق بعض اسم الاي او اس مسافه التي اف تي بي، وممكن تقول له تي اف تي بي بس زي ما هو كده، او تقول له المسار بالكامل زي ما احنا شفنا فوق. ها وضحت كده؟ طيب شويه هنتات برده كده بسيطه. الناس بقى اللي بتشكي لي تقول لي ما عنديش ولا كارت كونكتد عندي في البيت ومش عندي نت في البيت، عندك كده؟ طيب حاضر، لو الكارت ده دلوقتي ديسكونكتد مش هينفع ان انا اعمل الكلام ده خالص، وعلشان كده بلجا ساعتها ان انا اعمل كارت وهمي تبع مايكروسوفت اسمه لوب باك. كارت وهمي اسمه ايه؟ لوب باك تمام. بيتعمل ازاي؟ كليك يمين على سيس كمبيوتر، ادخل على مانج، وبعد كده على ديفايس مانجر تمام، وتعال على اسم الجهاز اعمل سيلكت عليه واكشن، قول له اد ليجاسي هاردوير تمام، نيكست. بيقول لي بقول لك ايه؟ اضيف لي اسيب يعني اسيب لي مش اسيب اسمها ايه؟ اسيب الويندوز هو اللي يعمل سيرش على الهاردوير اللي انت ضفته، ولا انت اللي تضيفه اصلا من لسته فروم ليست بطريقه مانيوال؟ انت لو سبت اصلا الويندوز هو اللي يدور على الهاردوير مش هيلاقي حاجه، لان انت مش ضفت هاردوير فعلا. الهاردوير اللي هو كارت الشبكه الوهمي ده حاجه وهميه، فهتقول له ايه؟ انستول فروم ليست. نيكست. انت عايز تضيف ايه دلوقتي؟ كارت شبكه نتورك ادابتر. نيكست. هتختار من هنا الكارت اللي تبع مايكروسوفت اللي اسمه لوب باك ادابتر، اللي اسمه ايه؟ لوب باك ادابتر. ونكست نكست نكست فينش بس كده تمام. وبعد كده ريستارت لللاب ككل، لللاب ككل. ليه بقى؟ لو جيت دلوقتي اسحب الكلاود دي كليك يمين كونفيجر، مش احنا اتفقنا ان انا ربطتها هنا بكارت معين؟ علشان اصلا الكارت اللي هو اللوب باك ده يظهر معاك ويشتغل معاك لازم اساسا يكون عملت ريستارت لللاب ويكون انيبلد، يكون انيبلد، يعني عشان كده الكارت ده مش ظهر معايا لاني عامله له ديسيبل، ده كارت لوب باك اهو. وتقدر تتعامل معاه عادي بقى، كليك يمين بروبرتيز تحط له اي بي تمام بايدك، او تخليه لو اخدته ياخد اي بي من دي اتش سي بي سيرفر، لازم يبقى في دي اتش سي بي سيرفر كسوفت وير على اللاب بتاعك تمام. بمعنى في عندي دلوقتي راوتر في الريسبشن هو بيوزع اي بيات، هو ده الدي اتش سي بي سيرفر بتاع الشركه هنا تمام، بس ده كارت انترنال جوه الليب، وبالتالي لو انا قلت له انيبل هيحاول دلوقتي يروح لاي دي اتش سي بي سيرفر ياخد منه اي بي، هو مش بيطلع بره الجهاز، مش بيطلع بره الليب تمام. فلو قلت له هنا دبل كليك ودخلت على الديتيلز لقيته اخد اي بي ابيبا،
لان الكارت ده قلنا تاني ايه حاجه سوفت وير جوه الجهاز بس مش اكتر. وضحت كده الفكره؟ طيب الناس بقى اللي فرحانه قوي بالباك تريسر، تعال نطبق الكلام ده بقى على الباك تريسر. فين الباك تريسر؟ ماشي. بالمناسبه هقول له هنا بسلوجن، تمام؟ بالمناسبه صحيح الفيرجن ده من برنامج جي ان اس، تمام؟ سطب معاه الفي وير اللي هو فيرجن 15.5، بلاش اقدم هيعمل مشاكل، تمام؟ هحطه لكم برده على الديسك توب تاخدوه، ماشي؟ طيب استنى بقى ده كده ما يقوم. اول حاجه هسحب راوتر 2911، تمام؟ فهمنا عن ايه سيرس 2900 ده اصلا، و11 ده تبع سيرس 2900، تمام؟ وبعد كده هسحب العلامه دي كده اند ديفايس اللي هي كاستم كمبيوتر، ده كده كاس كمبيوتر عادي، ده لابتوب، الكيسه دي يعني سيرفر، فانا هسحب ايه؟ سيرفر. عايز اربطهم ببعض، علامه الاد كونكشن دي، تمام؟ كل نوع من انواع الكابلات اللي قدامكم بيبقى نوعه مكتوب تحته، اللي انا واقف عليه ده مكتوب تحت ايه؟ ستريت ثرو، اللي جنبيه كروس اوفر، تمام؟ طيب الكيسه دي في الاول وفي الاخر جهاز كمبيوتر، في الاول وفي الاخر ايه؟ جهاز كمبيوتر، تمام؟ طالما كاس كمبيوتر يبقى ميدي وميدي، الراوتر ميدي والجهاز ميدي، يبقى قرج كروس اوفر، تمام؟ لو جيت ضغطت على الراوتر، الراوتر ده عليه ثلاثه انترفيس نوعهم جيج ايثرنت، عشان الناس اللي بتستغبى تقول لي انا جيت اكتب الاوامر وجيت اطبقها على الباك تريسر اداني ايرور، يا جماعه انا شغال على جي ان اس، نوع الانترفيس الافيلابل عندي فاست ايثرنت، مش تيجي انت هنا على الموديل ده وتقول له انترفيس فاست ايثرنت، انت هتربطه دلوقتي مين؟ جيج مثلا، يبقى تقول له انترفيس مسافه جيج 0 على 0. واضحه؟ تمام. وتيجي هنا بقى على السيرفر، طبعا الراوتر احنا اتعلمنا قبل كده ازاي تعمل معاه. بالنسبه بقى للكيسه، اول حاجه هتضغط عليها، لو حبيت ان انت تحط اي بي هتدخل على التابه بتاعت الديسكتوب، اي بي كونفيجريشن تحط اي بي. عايز تبنك هتيجي هنا على كوماند برومت تبنك، تمام؟ عايز تحوله لتي اف تي بي سيرفر هتيجي على سيرفيسز تي اف تي بي اون، هو كده بقى تي اف تي بي سيرفر بالذمه. حد حس بحاجه حقيقيه؟ يعني يا راجل دلوقتي بقى لعبه عيال. انما بالنسبه لجي ان اس، انا جبت اي او يو او اي او اس اس بجد وحقيقي، راوتر بجد وحقيقي، وربطته باللاب بتاعي وحولت اللاب بتاعي فعليا لتي اف تي بي سيرفر، كل حاجه حقيقيه. فرق السماء من الارض بقى، اوعى تقول لي باك تريسر تاني، ورغم كده انا هحتاجه في لاب او اتنين بالكتير قدام باذن الله، هنرجع له تاني بس هي لاب او اتنين. لا مش تحذف. ماشي؟ طيب تعالوا بس نشوف حاجة خفيفة كده. إيه لو انت حبيت بقى تتعامل مع الجي ان اس اللي هو عن طريق الويب، تمام؟ لو انت جيت فتحت بس هنا كده مكنة الفي وير اوبن، تمام؟ طبعا في البداية خالص اصلا لو تفتكروا اول شاشة زرقاء كان مكتوب فيها اي بي، فهتاخد الاي بي ده اصلا تحطه في براوزر، او لو انا قلت له هنا اي بي ادر، اي بي ادر شو، عشان اعرف بس الاي بيهات اللي عندي، بيقول لي كارت الشبكه اللي اسمه ايثرنت زيرو واخد اي بي 192.168.15.128. حد يمديني الاي بي ده بقى كده؟ 192.168.128، تمام؟ وتقول له بقى مثلا اد بلانك بروجكت وتسميه اي اسم كده، تمام؟ وشغلي كله طب ثانيه عشان تفتح، وتيجي بقى شغلك كله من هنا، تجيب بقى راوترز وتتعامل بقى كل شغلك من هنا. انا عن نفسي مش حبيته بصراحه، لو حد فيكم حابب يتعامل بيه، تمام؟ في اي اسئله في الجزء ده؟ تمام.